والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل خالد أبو شقرة. أهلا بكم. لم تشهد أكثرية أنواع المواد الغذائية ارتفاعا بالأسعار مطلع تشرين الأول الحالي مقارنة مع الشهر السابق، وباستثناء الفواكه التي ارتفعت بنسبة 13.4%. فقد بين التقرير الأسبوعي لأسعار السلة الغذائية في وزارة الاقتصاد عدم ارتفاع أسعار الخضر واللحوم ومشتقات الحليب والحبوب والمعلبات. دعا المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر إلى عدم التهافت على شراء السلع الغذائية، واعتبر في مؤتمر صحفي أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي لحماية المستهلكين وتسريع إخراج البضائع من المرفأ. خلافا للمواد الغذائية، تسجل أسعار الدخان والتمباك ارتفاعات ملحوظة في أسواق المفرق وخصوصا في المحال الصغيرة، ويعود هذا الارتفاع لاستغلال التجار تراجع الانتاج من معامل الرجي التي تقع في الحدث قرب الضاحية الجنوبية، وارتفاع كلفة النقل نتيجة المخاطر وتضرر مستودعات رئاسات البيع بالجملة، بحسب ما ذكر الأمين العام التجاري في الرجي جورج حبيقة. حبيقة وفي حديث خاص للجديد قال أن إدارة حصر التبغ والتمباك رفعت الأسعار قبل شهرين، حيث زاد سعر العلبة الواحدة 10,000 ليرة، ويضيف التجار اليوم 10,000 أخرى نتيجة تراجع العرض. الهيئات الاقتصادية اتفقت مع المدير العام للجمارك ومدير مرفأ بيروت على اعتماد آلية جديدة لتسريع إخراج البضائع من المرفأ لضمان استمرار توفر المنتجات الأساسية في الأسواق. نحن طلبنا انه البضائع يلي هي بتجي بطريقه منتظمه من شركات معروفه ومن شركات عالميه وبطريقه متواصله انه يصير في تسهيل لاخراج هالبضائع، فكان في وعد انه هذا الشيء رح يصير. كمان من ناحيه تسهيل يعني الاجراءات البيروقراطيه من ناحيه المستندات والاوراق المطلوبه، خاصه من ناحيه وزاره الزراعه، انه طلع قرارات بتتشدد من ناحية المصدر خاصة بالمعلبات الحيوانية، كمان هيدا طلبنا أن يصير فيه تساهل. بيّنت أرقام المالية العامة ارتفاع إيرادات الدولة لغاية نهاية أيلول إلى 535 ألف مليار ليرة، تعادل 6 مليارات دولار تقريبا، إلا أن حصة الدولار من هذه الإيرادات تبلغ نحو 591 مليون دولار فقط، وتشكل ما نسبته 20% من مجمل الإيرادات، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على الإنفاق خشية ضخ الليرات في السوق وتهديد سعر الصرف. اعتبر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في غزة ولبنان غير مقبولة. بانجا وفي حديث لرويترز اعتبر أن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ما زال صغيرا حتى الآن، لكن اتساعها بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا.